موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. رئيس النظام بشار الأسد يقول إن ما تقوم به روسيا هو تصحيح للتاريخ، وأن العدو الذي يواجهه نظام الأسد وروسيا هو واحد وفق وكالة أنباء النظام سانا. قوات النظام تطلق عمليات تمشيط في البادية السورية بين حلب والرقة ودير الزور بإسناد من الطيران الروسي بحثاً عن خلايا لتنظيم الدولة وفق شبكة عين الفرات. مديرية صحة إدلب تحذر من تفشي متحور أوميكرون في مناطق شمال غربي سوريا، وتدعو للإسراع بأخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس. مقتل المدني عبد الرزاق العبيد تحت التعذيب في السجن الأمني لدى فصيل فيلق الشام في مدينة جندرس شمالية حلب وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. احتجاجات في منطقة العزبة شمالية دير الزور للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لدى قسد وتحسين الوضع المعيشي وفق شبكة الخبور المحلية. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يقول إن بلاده لن تسمح بوجود جماعات إرهابية على حدودها مع سوريا، وأن العراق يتعامل فقط مع حكومات شرعية ذات سيادة وفق وكالة الأناضول.